بخير. انا جيتكم اليوم فيديو جديد على بيبي، يعني طولت عليكم بزاف. اليوم راح ندير كاطو تاع قهوه خفيف وما يطلبش بزاف مواد. نروحوا للمقادير. عندنا 4 حبات بيض، كاس صغير ربع سكر، كاس زيت، ملعقه كبيره مارغرين، وعندنا فارينه وكيس خميره كيميائيه. نروحوا لطريقه التحضير. نسيت مع الاول ما حطيتش زيت دورانج مع لاغوم تحتينا كان. نروحوا طريقة التحضير. كما قلنا 4 بيض، نزيدو لها كاس غير ربع سكر. انا درت كاس غير ربع باسكو راح ندير لها كونفيتو من بعد. الكاطو هذا حبيتو يكون بالكو تاع تشينا. نزيد لها لاغوم. نحرك فيهم مليح حتى يذوب لي السكر. نزيد عليها كاس زيت. نزيد لها هاد الملعقة تاع المارغرين. المارغرين تكون طرية، نذوبوها مليح. بعد نبداو نزيدو الفارينة غير بشوية. نزيدو الفرينة. مع لابيبير. نبقاو نزيدو في الفرينة غير بشوية، نخلوها طرية ما نلبسوش لاباط. نبداو نشكلو في الحبة تاع الباط تاعنا. لاباط بعد ما زدت لها الفرينة خليتها طرية، بنقسمها على زوج، ماحش نديرها كامل. هادي نخليها لك. هادي اللي عندي هنايا راح نزيد لها مغرف من هاد الشوكو بودغ، ندخلها مليح باه ندير دوبو. العجينة تاعي بعد ما زدت لها شوكولا بودر كيفاش ولات. دوكا انا هذه نديرها الشكل ونروح نزيد نكمل مع هذه. نزيد لها الفرينة. نروح نعجنها، نلمو برك هذيك الفرينة. نبداو نشكلو فيها. بعد ما لميت العجينة نروح نشكل حبات تاع الحلوى. نديرها شكل دائري، نسكنها مليح ونثقبها هنا بهاد الصبع الصغير. نزيد نكمل مع الحبات الاخرين نفس الطريقة.
طريقة جد سهلة. نسقملها كامل الجوانب تاعها، وحنا دوك كي نديروها في الفرن تبدا تغلق هذه الفتحه تاعها. ما قبل ما طيبنا نزيدو نعاودو نحلوها منها وندخلوها للفرن. عمرك حبات الحلوة بعد ما كملتهم؟ انا كنت شعلت الفرن نطيبهم قبل من تحت من بعد نزيد لهم من الفوق. ما حطيت صينية اخرى في الفرن، هذه دوك ندير لها شكل واحد اخر. ندير لها كحربوش على البلان دو ترافاي باش تسهل الخدمه. ما حرمتها في السكر، يعني اختياري اللي حبيت تدير السكر، ما حبيتش ما ديرلهاش. نعاود نسقمها في السنيوه. كما راكم تشوفوا هنا انا درت هنا ما درتهاش في السكر، وهادو الزوج رميتهم على حسب الاختيار. سهلة وما تديناش وقت. انا دوك نروح نكمل الحبات الاخرين. عاد نولي هذوك الحبات بعد ما كملت شكلتهم، دوك نديرهم في الفرن عاود نولي لكم. هذوك حبات الكاطو تاعنا بعد ما طابو، كيما هذه درت لها سكري غلاس من الفوق وزينتها بالكونفيتور، وهذه خليتها كسام. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.